السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيا كادنزا 2020 نستعرضها لكم من خلال هذا المقطع. مواصفات السيارة الخارجية كالتالي: أضواء نهارية LED، الأضواء الرئيسية أيضا كلها LED، 4 حساسات على الصدام الأمامي، تركيب المصنع، الإطارات مقاس 245/40، والرنجات مقاس 19. المراية الجانبية عليها أضواء فليشر. مقابض الأبواب مطلية بالكروم بلون السيارة. نظام الدخول الذكي بدون مفتاح. فتحة سقف بانورامية. زينة من الكروم أسفل الأبواب. من الخلف الأضواء الخلفية LED. منفذين عادم، 4 حساسات على الصدام الخلفي، كاميرا الرؤية الخلفية، وهذه هي شنطة السيارة. طبعا هذا اللي في الأسفل يعتبر إشارات، ليست أضواء ضباب، من النوع LED. هذا هو المحرك، 6 اسطوانات، 3.3 لتر، 3300 سي سي، ولد قوة 284 حصان، وعليه ناقل حركة من 8 سرعات. نوع المحرك GDI. هذه بطاقة مصروف السيارة، كيا كادنزا 2020، اللتر الواحد بالبنزين مشيك 12 كيلو 200 متر، والتقييم سيء جدا. أنا حاليا في مقعد الصف الخلفي، السيارة توفر عليها فتحات تكييف الخلفية، منفذين لشحن الهواتف الذكية من نوع USB، المقاعد جلدية ومخرمة، ستائر جانبية، هذه هي الستائر، وهذا شكل الداشبورد. طبعا الأضواء الداخلية من نوع LED باللون الأبيض. ومن الأشياء اللي عجبتني في السيارة، لما تفتح باب الراكب الخلفي، شوفوا كيف يفتح يعني بزاوية 90، في سهولة في الركوب والخروج من السيارة. وهذه صراحة ميزة حبيتها في الكادنزا 2020. كرسي السائق تحكم كهربائي. وأيضا كرسي الراكب الأمامي بتحكم كهربائي. أنا حاليا في مقعد السائق، نبتدي نشرح مواصفات السيارة من الداخل. التحكم بالبلوتوث، أوامر الصوتية، ثبت السرعة، متوفرة شاشة وسط العدادات. طيب، وهذه هي الشاشة، فيها النافيجيشن، نظام الملاحة، نظام الصوتي 9 سماعات، تحكم به، تحكم بالتكييف، درجة الحرارة مستقلة بين السائق والراكب الأمامي، هنا مساحة تخزين، شاحن لاسلكي الهاتف الذكية، منفذين USB، هذا ناقل حركة، 8 سرعات، مكسوب الجلد، عصل جير مكسوب الجلد، وضعيات القيادة. تبريد وتدفئة المقاعد الأمامية، مكابح توقف كهربائية، نظام الأوتو هولد، تحكم الكاميرات 360 درجة، إطفاء تشغيل باركينج سنسر، هذه حاملات الأكواب، تشغيل السيارة عن طريق البصمة، هذه السدة فيها منفذ طاقة 12 فولت. طبعا عجلة القيادة بتحكم يدوي. عن يسار السائق نظام النقطة العمياء، تشغلها وتطفيها عن طريق هذا الزر، تراكشن كنترول، فتح الشنطة الخلفية، فتح خزان الوقود، تحكم بالإضاءات الداخلية للسيارة، مقعد السائق عليه ذاكرة، تحكم بالمرايا الجانبية، ممكن أنك تطويها كهربائيا، جميع النوافذ كهربائية، لكن نافذة السائق ونافذة الراكب الأمامي تفتح تغلق بلمسة واحدة.
هذه المرايا عليها نظام التعتيم التلقائي، تحكم فتحة السقف، الأضواء الداخلية كلها باللون الأبيض. حلو، حاملات النظارات. وتقريبا هذه هي مواصفات السيارة من الداخل. حتى نشوف كل شيء، هذه الشماسة وحتى الأضواء اللي عليها LED باللون الأبيض، شيء جميل صراحة. من منافسين هذه السيارة تويوتا أفالون، عندك الهيونداي أزيرا، عندك أيضا النيسان ماكسيما. يعني هذه تقريبا المنافسين، ايضا فورد توريس ولكن تقريبا يعني مبيعاتها قليله. انتقادي على السياره يعني التابلون حسيت انه كثير يعني بلاستيك، تمنيت لان يكون يعني نوعيه افضل. حتى الالوان الداخليه في السياره لونها تكون يعني بشكل يعني احلى، يعني مثلا يكون هذا اللون اغمق من كذا، يعني احس كثير اللون فاتح، او انه يجيبوها داخليه باللون الجملي تطلع فخمه اكثر. لكن صراحه سياره يعني صراحه يعني سياره ممتازه جدا ومنافسة في السوق، سعرها منطقي. سعر السيارة 14,000 ريال عماني، أي ما يعادل 136,000 ريال سعودي، يعني السعر في المتناول. السيارة 6 سلندر واسعة، يعني تنفع للعائلات الصغيرة، سيارة خطوط. أيضا من الملاحظات اللي على السيارة، تمنيت أنه لو يكون مستوى مصروف الوقود أفضل، يعني 12 كيلو يعني احسه قليل، مفترض على الاقل تكون واصله 13.5. وبس هذه هي تعليقاتي على السياره. في الختام اتمنى اصبكم مقطع، تحياتي جميع المشاهدين.